الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أذقوا رب العالمين في النور تظلث النور الصيام النور أقلا غيث مقع شرية من قرى من شهر رمضان ذا شرية من المخير من شهر رمضان والعشرية من غيث مقع قرى دو السنة در يجتهد الإنسان للطاعة للعبادة قراءة القرآن الذكر عموما أكلغي أكنغي للنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد يثماق عشر يمين قرى. فقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله إلى عز الخالة ينس باش كذي تفرغ العبادة رب العالمين وظسهر الليل ينس أثقيم وذير نوغا ديسكر الدخل ينس أكنش تمر وشو حتى ينال فضل ليلة القدر منه ذوي ذوي نغي لن يعفيس رب العالمين أي نغي ديس الدون وين نغي قعدان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليلة القدر يثمان إيوشو غيس تسمين ليلة القدر لربما خلا ويثمث النوغ ولا علمنا رغي وشو تسمين ليلة القدر. لناد من بين وشو تسمين ليلة القدر لأنه يقدر رب العالمين زيس الأعمال فغنى رب العالمين فيها يفرق كل أمر حكيم. كذلك سميت بليلة القدر بالضيق لأنها تضيق فيها الملائكة الليلة النير سطرت الملائكة يعني تضيق إي النير السماء تشرد الملائكة ولهذا تضيق فيها بالملائكة. وقيل كذلك أنه تسمى بليلة القدر لأنه سعى الشرف والمكان العظيمة يقال فلان ذو قدر الفلاني يسعى القدر يعني يسعى المكان قريس المكان ينس ولهذا ليلة القدر يثمان سعى الشرف سعى أزال سعى المكان غرب العالمين. ليلة القدر يثمان إيوا شو غيخص ديفكان رب العالمين يعني لا شو السبب ذا شو السبب يوفي وكين يفكي يغض رب العالمين لجرين إلا نظام قران أخير ألف شهر خير من ألف شهر. السبب أنه إلين ورقاز من بني إسرائيل إرفذ سلاح ألف شهر ألف شهر إنسان يجهد في سبيل الله 83 سنة وأربع شهور فغن عجب الصحابة هذه الضرب في لسن فغن يسر بالعالمين أثني ما لنقد فكغ الليلية أخر والف شهر نمي جهد الفلانين في سبيل الله قيون ويد قيوث الليلة أتصاويت لجر 83 سنة أربع شهور شيخ جادت في سبيل الله شيخ تعطر بالعالمين شيخ ظلت شيخ قيمت شيخ عبطر بالعالمين شيخ ذكرتر بالعالمين 83 سنة وأربع شهور أهذا ربما تسعة عشر ولكن رب العالمين لكن ديف قيونيت قيوث من الليلة ما إلا تقوم تحرصت يوكل أتقيمة الليلة ها وتيلي تكتفت قطاع رب العالمين أترويت الله جرعيني ذي ذو الفضل يسعى ليلة القدر. لا شك أنه ليلة القدر يكفيها شرفا أنه ينزل رب العالمين زيس القرآن إشاط سعى الشرف أنه يفضل رب العالمين إنزل زيس وليس يفضل رب العالمين في الليالي غيطن أنه ينزل رب العالمين زيس وليس إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن الفضل كذلك يسعى أنه تصويت ما إلى قمطس أماكن فطعت رب العالمين 83 سنة أربع شهور زيد بزيادة قد النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن الذي قوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثولما يثمان ذا شو ذي القيمة ذا وزان إفكار رب العالمين ليلة القدر وإن راضي حرصنا كيين أثيج تفكا قطعا رب العالمين. ولكن أيثما
مادام نعلم أنه ضيغي الفضل ينس الفضل لن مقر وإن غرضي أنك الله جرية أهل ويثمث النقص مسقسين أنبس ليلة القدرية مش كسيد نربح حتى ننالها مش كسيد نكسب أنبس ليلة القدرية. النبي عليه الصلاة والسلام يثمى إفغد يون وسكر يون تكلت إوكنا دي خبر أن تغذ ليلة القدر إن يسفغغت إفكي رب العالمين بيني رب العالمين ذن تغي ليلة القدر فغغت باش يكون تسيد خبره فملقى غد سيني يرجازل ها يختصمان اسم خصم يحتقان وتبعهما الشيطان نكفى نسيتها يرفع الصر بالعالمين السباغ سين ويث مثل مخصم مشحن السبا ولكن شتيم يرفع يسر بالعالمين نكفى نسيتها فتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر إن يعني عس مكان ليلة القدر تحروها سفقد مسكيك عشر يمين إن قرى من شهر رمضان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك التمسوا ليلة القدر في السبع البواقي من رمضان لأنك عسم ليلة القدر بسبع يمين قرى من رمضان وغنت قمسليت كذلك صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإن غلب أحدكم فلا يغلبن في السبع البواقي لأنك عسم ليلة القدر عشر يمين قرى من رمضان ما لم يضعف يول يتوغلب أنه ورقي ما لنك مستنم زورا بلك تسوغلبط بلك تسوك الحط بلك تتكاسل تتثاقل سبع يمين قرى من رمضان وهي روح لجرية وهي روح الفضلين. إذا أيثما عشر يمين قرى الإنسان الذي اجتهد بطعر بالعالمين هذه صهر دويني ذي ديوي ثورة ذي صهر ولكن تصهر تبوشو بطعر بالعالمين قراءة القرآن الذكر بالك حذاري ثم حذاري يوكنا تسهرت وتلتشيك المعصية وتلتشي دمونت وتلتشي تقميرت وتلتشي لعبت الكرطة قسالا دار إذ العلي غادي قيم الإنسان يذكر بالعالمين تظلي قراءة القرآن باش كتساوي تفضل ليلة القدر شي غاتسيري تبعض تيو بريض ربي وتاويت السخط من رب العالمين بدل تاويت الرضا من رب العالمين فبالك يثمى الانسان الذي اجتهد عشر يمين ان قرا عشر يمين ان قرا يثمى لا شو غرض يحرص الانسان قد الدعاء يدي ورا غادي يغفل يثمى في يون الدعاء قد عائشه رضي الله عنها سقسى النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ارايت ان علمت اي ليله القدر ما أقول إن يسينيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الدعاء أي غيثما العادي غثي كثر يوين عشر يمين قورا كثر زيس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ونثي السنة رستعرف الدينيس تقبيلي يا ربي غتشيل العفو تحبيت العفو أعفوية نوي تحبين لا نسي عفو رب العالمين أكن من لا تحبين لا عفو الله عز وجل فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي فوفق الطاغ إواك ننظرك إواك النلال فضل ليلة القدر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.